اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لنا النجم ربيع ياسين، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن ربيع، منور ومشرف. اهلا بيك يا تدين. عامل ايه؟ الحمد لله موفق دايما. الحمد لله كله تمام. مش شاكة ايه انت؟ انا في حاجه جديده كده يعني. هي النضاره عشان عينيا بس. عشان عينيا تعبان شويه فبحافظ عليها من الاسبوع. والف مبروك لعمر. ربنا يكرمك وعلى اولادك ان شاء الله. ربنا يكرمك. ونقول طبعا كلكم انتم شرفوا وتنوروا. كابتن ربيع. ولسه طبعا منورني ومشرفني الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالاهرام. منور. الله كابتن، ربنا يخليك يا رب. يعني كابتن ربيع، كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا عن مجموعه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. لو حضرتك ليك تعقيب عاوز تتكلم فيه. لا الحمد لله، احنا بفضل الله تعالى احنا جاهزين. الاهلي يعني مرشح بقوه. الاهلي طول عمره بفضل الله جاهز على المستوى الاداري والمستوى الفني، اسم كبير جدا بيلعب على البطوله مفيش كلام طبعا. وانا شايف ان مجموعته يعني الحمد لله مجموعه متوازنه جدا جدا. الترجي، اهلي وترجي طبعا. الكره في اوغندا تقدمت بشكل كبير، بوتسوانا برضو تقدمت، مفيش ماتشات سهله. لكن من وجهه نظري الحمد لله ان المجموعه دي احسن من الثلاث او اسهل شويه من الثلاث مجاميع اللي موجودين. المجموعات الثانيه فيها فرقه برضو عنيده وعتيته واسماء كبيره جدا، وعندهم يعني شغل فني كتير يعني. انما مجموعتنا الحمد لله على المستوى الفني بفضل الله الاهلي يعني الحمد لله، والترجي فرقتين كبار عندهم خبرات كبيره جدا، يملكوا القدرات الفرديه والمهاريه على اعلى مستوى، طموحهم برضو بطوله. فانا ارشح الاهلي المصري والترجي التونسي. تمام. يعني برضو يا كابتن ربيع، خروج الزمالك من فرقه مجهوله المصدر ومجهوله الهويه اساسا، ما يقلقكش شويه من الفرق اللي احنا مش عارفين تواريخها، الفرق اللي اول مره تشارك في دوري الابطال زي ما الاستاذ ممدوح قال؟ شوف، الكوره ملهاش كبير، والكوره في الملعب مفيش كلام. بس من وجهه نظري انا لما بتكلم على الاهلي بتكلم بقلب جامد. توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم كل الاسباب الكويسه اللي ربنا بيؤمر بيها في الاهلي. الكوره ملهاش كبير، لكن المفاجات دي مش في الاهلي، المفاجات ليها فرقه ثانيه. بس الزمالك له اسبابه الاداريه والفنيه، خلينا واقعيين. اتكلم انما النادي الاهلي الحمد لله ميدو ان هو نادي على المستوى البدني والمهاري والخططي الصفات الرياضيه. الاهلي عنده طموح، عنده ركائز، عنده لاعب يقدر يصنع بطوله، يفوز ببطوله، عنده اداره جيده، عنده جهاز فني، عنده خبرات. كل المنظومه ماشيه في الطريق السليم. التوفيق ده بتاع الله، لكن اللي يطمنك ان الاهلي بفضل الله تعالى الحمد لله ما فيش خوف. التوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم على المستوى الفني. الفني الحمد لله يطمنك، لو انت قست سير المباراه فنيا في 90 دقيقه هتلاقي كل حاجه موجوده في قدرات النادي الاهلي وخبرات حسام البدري، مدرب خبره كبيره جدا، مرت عليه مواقف اصعب ما يكون والحمد لله. فالاهلي تطمئن عليه لان المنظومه ماشيه في الطريق السليم. بس الموضوع بالك ماشيه في الطريق السليم. فالامور بقى امور ان انت يحصل على توفيق وعدم توفيق من وجهه نظر يعني بتبقى قليله جدا في الاهلي ومش في الاهلي، لان الاهلي بياخد كل الاسباب اللي ربنا يقول. العمل، الاداره بتعمل، الجمهور مثالي ما شاء الله وبيشجع، اللعيبه بتتعب وبتجتهد وبتلتزم وبداخلها الاصرار والاراده في المكسب، المدير الفني بيجتهد ويشتغل ويحضر، مثالي كل ده منظومه النادي الاهلي. عشان كده هي ناجحه وما تخوفكش. والاثار السلبيه مش في النادي الاهلي. كنت عايز اسمع وجهه نظرك برضه عشان تطمن جماهير النادي الاهلي. جماهير بتقول لك يعني برضه الظروف الخارجيه، ونادي كبير زي الزمالك خسر من الفرقه برضه ما يخسرش منها اي حد. يعني وجهه نظر طبعا تحترم، وبتكلم بمنتهى الموضوعيه برضه. كابتن ربيع بيتكلم عن النادي الاهلي كتاريخ، كبطولات، كجهاز فني، كاداري، كمجلس اداره موفر كل حاجه للعيبه. يعني موضوع مختلف تماما. قبل برضه ما اروح للاستاذ ممدوح، كابتن ربيع، عشان ادخلك في اجواء الحلقه قبل ما حضرتك تشرفنا، كنا بنتكلم ايه اللي ناقص النادي الاهلي من مراكز. الاستاذ ممدوح قال النادي الاهلي ناقصه فرود، عايز فرود. النادي الاهلي انا عايز مساك. النادي الاهلي عايز باك رايت. النادي الاهلي من وجهه نظري انا اقول يعني محتاج اثنين مساكين. مساك، المساك ده المركز ده مهم جدا. بالك محتاج ديفندر من وجهه نظري، محتاج واحد وسط ملعب بلاي ميكر بالك يقعد يقف لي ويظبط الامور، يعمل لي ترابط.
من وجهه نظرنا دول اللي محتاجه من النادي الاهلي بس. وسط الملعب الهجوم قلب بلاي ميكر وواحد وسط ملعب هجوم بيروح على الجول. انما يعني لو قست المراكز هتلاقي كل المراكز بفضل الله تعالى على 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 مستوى الباك رايت في ثلاثه عندي. على مستوى راس حربة في ما شاء الله في ازار وفي مروان محسن واخد بالك في صلاح وفي مين صلاح محسن ثلاثه ما شاء الله واخد بالك. كل مركز كده مرتب. انا يمين الديفندر يمين المساك للاصابات الكتيره جدا المكان ده مهم جدا جدا في مصر مش النادي الاهلي. يميني البلاي ميكر اللي يقوم بدور عبد الله السعيد. وكان الكابتن حسام بدري تحدث عن عوده صالح جمعه. صالح مهم جدا لازم يتجهز يا كابتن ميدو واخد بالك للمركز ده. وفي نفس الوقت ممكن برضو يبقى في واحد تاني واخد بالك اللي هو المهاجم ممكن. تمام وعاوزين باك ليفت فنجيب جونيور كولر المصري. عندك ان شاء الله ثلاثه باك ليفت يا اسطى. لا انا عاوز جونيور كولر المصري. عندك معلول ده حقي وعندك صبر رحيل وعندك احمد فتحي. انا ما جبتش ما حدش جه يا كابتن ربيع ياسين طول الحوم. الكره المصريه مليانه باكات ليفت والنادي الاهلي كل ما كابتن ربيع كان على طول تلاقيه بيجيب اجوان يعني على طول في ال 18 عند الفرقه الثانيه. صح ولا غلط؟ في ناس يا جماعه طب ايه اللي بودي الكابتن ربيع بيجيب اجوان صح كده بدماغه برجله شمال برجله يمين؟ لا ما شاء الله. لا كان حاجه طبعا. صح ولا غلط؟ في ناس علامات ما الله يخليك. لكن الكابتن ربيع اختلف مع حضرتك في موضوع الباك رايت والفيرود. هو ممكن برضه تقول له وجهه نظرك برضه علشان هو كابتن طبعا يعني هو يشوف الاحسن اقدر واكثر من احترمها اللي هو ما شاء الله عليه يعني تاريخ ماشي الكلام عليه. لا وجهه نظر انا كنت بتكلم فيها يا كابتن ان احمد فتحي في الباك رايت مفيش حد زيه مفيش حد مع احترامي يملى عينيه زي احمد فتحي. ماشي انا اسف ليك بيه ما قد انا نسيت موضوع عبد الله السعيد. طبعا انا بتفق مع سيادتك كابتن مكرم مهمه جدا. ادي دي انا نسيت عبد الله معلش اللي بيعمل الشغل كله بتاع عبد الله السعيد ليه ميكر ده مهم جدا دي عدتنا يا كابتن الاسطر والاثنين سيرد باك دول حضرتك طبعا نو واي ده المهاجم اللي هو قصدنا المهاجم جاي من ورا يعني ما عندش غير جونيور اجاي اللي هو بيكمل من ورا. لكن راس حربه صريح زي ما قلت كابتن ميدو الثلاثه اللي عندي الاساسي عندي ازار مروان محسن لسه قدامه شويه الاصابه مخوفاه. طب احمد حمدي صلاح محسن صلاح محسن لسه يعني برضه حضرتك انا شايف ان هو لسه ما ادانيش اماره ما اعرفش بص ده احساس. طيب طبعا حضرتك صح هو خلي بال حضرتك هيديك اماره بس مش الصبر جميل ما اظهره في الاول ما كانش بيدينا اماره طبعا. صح وكنا مستعجلين وكنا لكن دلوقتي ما شاء الله عنده اظهره ما كانش مدينا اماره. وصلاح محسن مش جايب لعيب ب 35 مليون جنيه عشان ما اديش هم لازم يديني اماره. صح هيديني اماره طبعا. بس صبر جميل خد بالك في لعيب بياخد وقت شويه. هي هو صلاح محسن لعب كام مباراه سيادتك يعني مش هنحسب مش اربع خمس ماتشات ست ماتشات. صح فهو مستقبل و20 سنه وهيتالق بامر الله تعالى وتشوف صلاح محسن ده بقوه باذن الله تعالى في الموسم القادم وافريقيا باذن الله تعالى. دوري ابطال افريقيا هل يتحمل انا اجرب في صلاح محسن؟ يتحمل انا جايب الكلام ده يا استاذ ممدوح لو انا جايب لعيب بتعريف انا جايب لعيب بملايين الملايين عشان هو جاي وعنده ثقل فني موجود لكن هيعمل ايه؟ انسجام وتفاهم هيخش بقى ايه؟ في منظومه النادي الاهلي. ايوه كلنا ما جاي ما كانش في المنظومه ما اظهره ما كانش دلوقتي ما شاء الله تقال لا المنظومه اللي يدخل فيها واللي يتمرن واللي ياخد واللي يتحضر لازم يتقال. اتكلم بحياتك قلقني بس اللي حصل مع صالح جمعه ان صالح على كل امكانياته الفنيه دي ما دخلش ده قلقني. لا فاهم قصدي لكن انا اسف اتكلم مع حضرتك اللي جاي من بره مجبر يخش. ايوه حضرتك واصله معاك. ايوه واصله معاك هي سمات واصله مجبر ازارو مجبر اجاي مجبر بس ساعتك جيلبرتو قبل كده مجبر فلافيو قعد سنه بس مجبر يخش. اللي جاي من هنا قال انا منه خصوصا لما يكون مش ابن النادي الاهلي. خلي بال حضرتك بس ممدوح في ميدو صالح دخل فنيا تمام. على المستوى الفني تمام. صالح دخل وابدع وتالق وسجل وصنع تمام وتالق ونال اعجاب الجميل بالك وعشان كده راح المنتخب حضرتك ولعب في المنتخب. صح. في الماتش اللي هو وصلنا بفضل الله تعالى معنى نروح المنتخب الراجل ده عن جداره تمام. صالح فنياته كبيره جدا تمام. لكن تصرفاته هي بقى اللي بعدته هي لكن تصرفات الخارجيه يا كابتن ضيف النصر النصر لكن عاوز اقول لك حاجه ما هو لازم برضو يعني نطول بالنا معاه شويه وصالح صغير مش كبير قوي يعني صالح ما عندوش 24 سنه ما هو ده من قبل حضرتك طلعتهم. بس هي بتكلم في ايه اللعيب المصري ما بيكون هو جوه هنا في مصر وتلاقي نادي كبير بيحصل حاجه من اتنين يبقى بيتالق قوي يبقى بيخطف الاضواء يبقى يمسك ايده واسنانه يا اما انا اسف كده بيتدلع يقول لك اصل حققت المباراه ودي بتبقى مشكله. وفي لعيبه برضه ممكن تقعد معاه كتير وفي لعيب تقعد معاه مرتين ثلاثه وفي لعيب مطيع لوحده زي الاولاد في البيت بالظبط كده كل واحد ونصيبه وحظه. أيوة. صالح متعب شويه المشكله نتعب مع نقعد مع ندخل لكن ممكن تصنع منه بلاي ميكر ده منتخب مصر مش النادي الاهلي.
دي اتمنى، والناس حتى دايما يلحن عليه ان هو يقدر يشيل الاهلي في حاله عبد الله السعيد اتباع او عبد الله السعيد غير. يعني انا كان وجهه نظري كده. يعني سمعت ان الكابتن حسام حتى اتصل بيه حسب معلوماتي عشان ينسق عودته بعد الاعاره حاجه زي كده. ان شاء الله بالتوفيق. لسه نشوف يا رب يكون صالح اضافه، وزي ما الكابتن ربيع قال هو في كل حاجه فنيه وفي حاجه كل حاجه اتمناها اي مدرب، لكن هو صالح عايز بس يهتم بنفسه هو شخصيا بس يا كابتن، ويبقى عنده صبر شويه. يعني كابتن ربيع برضو عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اللي قلقك في هذه النسخه تحديدا من جانب النادي الاهلي في القرعه يعني في المجموعه؟ لا ايه اللي قلقك من النادي الاهلي نفسه؟ يعني ايه الحاجات اللي انت متخوف منها في فريق النادي الاهلي في هذه النسخه تحديدا؟ هو عدم التوفيق، ده 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 وارد، لكن حاله اللعيب وحاله الجهاز خد بالك. لو احنا برضو ما صممناش بمشيئه الله تعالى في النسخه دي يكون اثنين مساكين على اعلى مستوى في الدفاع، مساكين انا اي حاجه اقدر عليها وعبال ما اجيب، وعندي الحمد لله عندنا على المستوى الهجومي في وسط هجومي رائع في النادي الاهلي وخبرات غير عاديه، خد بالك، وسخن فني غير عاديه، عندك حتى الديفندرين لحد ما اجيب، فالقلب ده بالذات مع الديفندر مهم جدا، ان يعني دول لهم دور كبير جدا في شغل النادي الاهلي الفني يا كابتن. الشغل الفني احنا عندنا ابداع فني عشان عندنا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. النادي الاهلي بفضل اجهز فريق بيشتغل شغل فني جماعي، والفرديات اللي بتحسم لنا في اجايب في ازارو في وليد سليمان في عبد الله السعيد في الحاجات دي كلها. فالقلب بالنسبه لي انا، لان افريقيا خد بالك حياتك، افريقيا ممكن عرضي. اطوال صح عرضي خد بالك، كان حجازي قبل ما يسافر حجازي كان شايل لنا القصه كلها، خد بالك، فده ممكن يقلقني اللي خط الظهر القلب ده. طبعا الحمد لله رامي يرجع بالسلامه، رامي اصاباته كتير، سعد سمير في منتخب ويطمن، بس الاصابات نجيب راجل ومعتمد عليه وفي وقت بيدخل، ايمن اشرف عامل مستوى رائع هايل صح، ده انا بقول للاصابات، انما الحمد لله كل المراكز تطمنك، كل الافراد يطمنوك، لعيب النادي الاهلي اصل ممدوح انك تطمن منه، لان هيبقى عارف ايه المطلوب منه قبل الملعب وفي الملعب في المباراه، خد بالك، المحليه والمباراه الافريقيه. والنهارده انت عندك اكبر عدد من النادي الاهلي بفضل الله تعالى في منتخب مصر، شوف العدد اللي عندك يا كابتن ميدو النهارده في منتخب مصر من النادي الاهلي، خد بالك الانديه الثانيه. فاللي اقصده ان الحمد لله ان احنا عندنا لعيبه تطمن، لعيبه رجاله يعتمد عليهم، رجاله دي حقيقه بما يرضي الله، والله شجعان يعني بيشرفوا جمهورهم وشرفوا ادارتهم وشرفوا ناديهم، وعارفين ان الكيان ده كبير، اللي بينتمي ليه لازم يعرف يعني ايه تركيز، يبقى على قدره، يعني ايه التزام، يعني ايه اصرار، يعني ايه اراده، خد بالك، بيدخل في المنظومه خلاص. في افريقيا لما نبتدي فيها ياسر ممدوح تعرف اللعيبه، تعرف يعني تركيز التزام، ان ما فيش كره ملهاش كبير، لعيب النادي يطمن، فده اللي ممكن يقلقني. لكن الحمد لله ان في جهاز كبير جدا، خبرات كبيرة جدا حسام، إدارة واعية ما شاء الله في ظهر الجهاز، لعيبة رجال، جمهور عظيم، فالحمد لله رب العالمين. تمام، يعني أنا أضيف للكابتن ربيع ياسين وعلى كلام الكابتن ربيع ياسين على كلمة رجالة، لعيبة النادي الأهلي رجالة، كان الأستاذ طارق قنديل اللي كان رئيس بعثة النادي الأهلي في منانا كان قال أنا شرفت برئاسة بعثة الرجالة. ما قالش شرفت برئاسة بعثة الأهلي، عشان بس كلمة الرجالة دي. نطلع نشوف محمد سعيد مع إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، قال إيه محمد سعيد اتفضل. معي في هذه اللحظات كابتن إسلام الشاطر واللي كان ليه باع طويل جدا مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية. كابتن إسلام برحب بيك، وتعليقك على قرعة مباريات دوري الأبطال والمواجهات الصعبة، المواجهة الأولى الأهلي والترجي التونسي، المجموعة الثانية مجموعة نارية. بص، هي المجموعه الثانيه صعبه زي ما انت قلت يا محمد، لكن هي في النهايه الفريق البطل ما تفرقش معاك كتير انت هتلاعب مين، تفرق مع الجمهور، ولكن الجهاز الفني لو سالت كابتن حسام او كابتن سيد او اي حد من المجموعه اللي موجوده، كابتن سيد معوض، سيد عبد الحفيظ، احمد ايوب، طارق سليمان، هيقولوا لك ان احنا ما تفرقش معانا احنا هنلعب فين او مع مين. في النهايه يجب تحقيق البطوله، لان هي دي البطوله اللي الناس نفسها تشوفها. البدايه مع الترجي شايفها يعني بدايه جيده، ولا كنت تتمنى الاهلي يبتعد عن مواجهه الفرق شمال افريقيا في دور المجموعات؟ والله انا بالنسبه لي زي ما قلت لك، يعني احنا دايما الجيل ده ما بيفكرش في هيلاعب مين، فبالنسبه لي انا تحديدا الموضوع ان انا هلاعب الترجي، هلاعب فريق اقل من الترجي، بالنسبه لي جوه مصر او بره مصر مش هتفرق كتير. كيف كان الحوار والحديث واللقاء بينك وبين جيلبرتو ومانويل جوزيه؟ كان جميل جدا،
كان بقالنا كتير ما تقابلناش. انا مانويل يعني مستر مانويل بشوفه كتير، لكن جيلبرتو ما شفتوش بقالي فتره طويله جدا، فكانت كان لقاء جميل جدا. هو جيلبرتو فكرته بحاجات كتير قوي، زي كان هو دايما لما بنيجي نعمل، لما بخلص الماتشات كان دايما مستر مانويل بيخلينا نخش في التلج نعمل تلج على رجلينا، فجيلبرتو كان بيهرب من الحاجات دي، ففكرته كان مستر مانويل يزقه يقول له انزل تحت، لازم تنزل، وفي الاخر كان بيعفو عنه يعني. جيلبرتو لسه في حالته البدنيه. ان شاء الله. هو جميل جيلبرتو، كل جمهور النادي الاهلي بيحبه وكل جمهور النادي الاهلي بيعشقه الحقيقه، فكلنا بنحب جيلبرتو يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. انا مش عايز اقول لكم مغطس الثلج ده كان عامل ازاي. مش عارف كابتن ربيع شفت مغطس الثلج كابتن ولا ما شفتوش؟ لا ما شفتوش. مغطس الثلج ده المغطس اللي في الاوضه كان مستر مانويل جوزيه بيملاه ثلج 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 بس، ويسيبه لغايه لما الثلج يعمل ميه. واحنا المفروض نقعد في المغطس ده حوالي 4 دقائق يعني. مش عايز اقول لك بقى يا كابتن ربيع، يعني احنا كنا بنقعد في المغطس. هو كان جيلبرتو كان بيخاف من المغطس ده خوف رهيب. فكان فعلا يجي مستر مانويل يزقه في المغطس، وانت قاعد بقى يا كابتن ربيع لو حد بقى نازل، احنا ما بنسيبش بقى نقعد فالميه تبقى واقفه، لو حد نازل بقى وراح محرك الميه. صحيح. فمش عايز اقول لك جيلبرتو فعلا كان بيترعب من المغطس بتاع التلج. اسلام الشاطر طبعا نجم النادي الاهلي ياما خد بطولات، واسلام الشاطر بيتكلم بلسان جيله اللي هو ما كناش نعرف احنا هنلاعب مين فعلا. دي حقيقه، مش كناش نعرف، ما كانش يفرق هنلاعب مين. وطبعا كابتن ربيع ياسين طبعا وجيله ده حاجه ثانيه خالص. اكيد برضه كابتن ربيع ما كانش بيفرق معاكم الاسماء. لا طبعا الحمد لله رب العالمين. انت عارف يعني في الثمانينات والتسعينات برضو معلش القوه الفنيه في الفرقه كانت كتيره جدا جدا، ومع ذلك من فضل الله علينا كنا بنتشرف يعني افريقيا كمان حتى في الثمانينات اول بطوله افريقيه. كوتوكو هنا في مصر كانت كل هجمه علينا بانفراد بترد لينا جول. يعني ماتش رهيب وفرقه رهيبه، وكانت كرة في افريقيا جامده جدا. كانش محترفين يا كابتن طلعوا بره. احنا قصدي يعني مظن شوف على مستوى الاجيال ما شاء الله كل الاجيال اللي لعبت النادي الاهلي ممدوح ساهمت اجتهدت وشرفت النادي بصراحه من 1907 لحد الان. كل الادارات كل اللعيبه بصراحه ما فيش حد اثر ابدا، فكل الاجيال شرفت وليها مجد وعملت بفضل الله، ما فيش حد اثر خالص بفضل الله. دي حقيقه. دي حقيقه. الثقه في النادي الاهلي يا جماعه ثقه كبيره جدا يعني. كان مستر مانويل جوزيه لما كان بيجي يعمل محاضره كان بيعملها في نص ملعب الخصم، فانا كنت اقعد اسال نفسي هو طب النص يعني النص بتاعنا ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي الم، ما فيهوش اي خط يا كابتن ربيع. فكان الثقه في الحمد لله في اداء الاجهزه زي ما قال كابتن ربيع، في اداء المشرفين على النادي الاهلي بمدار على مدار تاريخه، الثقه في اللعيبه، الثقه في الجماهير، حاجه لا بصراحه. وبعدين في حاجه جميل بمناسبه كلامك ان الاداره ما شاء الله بتدور دايما على احسن اللعيبه في مصر بالظبط، وبتجيبها عشان تسعد بيها الجمهور بالظبط، عشان يشرف بيها الكيان. الاداره بصراحه رائعه برضه من السابق واخد بالك لحد دلوقتي، عشان ما فيش حد اثر بصراحه يعني. يعني كابتن ربيع كابتن محمود الخطيب كنت انا سالت استاذ ممدوح في الاحتفاليه اللي عملها يوم الاحد، قال كلام كتير بين الصدور. من ضمن الكلام هو قاله صراحه، قال النادي الاهلي يا جماعه ان شاء الله عايز ينافس على مركز اكثر من المركز الثالث في كاس العالم للانديه. رساله واضحه وصريحه. صحيح. مضمونها ايه يا كابتن او هدفها ايه؟ هو ده الشغل الشاغل. احنا الحمد لله من فضل الله علينا الدوري ده بالنسبه لنا خلاص احنا يعني المسافه 40 يا استاذ. الله اكبر. الله اكبر. يعني المسافات كبيره جدا. الكاس الحمد لله. احنا افريقيا فعلا لازم نبص لها باذن الله، تدينا فتره ما خدناش افريقيا، وفي نفس الوقت كاس العالم. الشغل ده الاداره دي بتاع كاس عالم. الجهاز الفني في النادي الاهلي ده بتاع كاس عالم. اللعيبه دي بتاع كاس عالم. الجمهور العظيم ده اللي بيجي يملى يا استاذ ممدوح يا كابتن ميدو بتاع كاس عالم بصراحه. صح. المنظومه بقى خلاص احنا طموحنا كبير بفضل الله تعالى. احنا منتخب مصر يا كابتن ميدو من 28 وصل كاس عالم. احنا النهارده عندنا 17 18 لاعب محترف في الخارج يا استاذ ممدوح. منظومه الاهلي بقى لازم تبص بفضل الله وهي قادره وجديره بكاس العالم. وممكن بامر الله تعالى. فده تخطيط رائع، والاداره جايه عشان الاحسن والافضل. خد بالك وجايه عشان الابداع والتالق. بخبره الكابتن النجم الكبير كابتن محمود الخطيب نجم مصر وافريقيا ونجم الدنيا كلها، يبقى رئيس النادي الاهلي مجلس اداره على اعلى مستوى يشرف. فالتخطيط انا من وجهه نظري الاعلى والافضل والاحسن. فدي النيه اللي موجوده اللي احنا نملك كل حاجه عشان نوصل بيها. واحنا المره دي بامر الله تعالى
التخطيط والنظام والنية واضحة ان الجميع تقلت صراحة. الجميع خلي بالك بيتكاتف عشان ان شاء الله افريقيا وكاس العالم باذن الله تعالى. كابتن الخطيب تعدى ان البطولة الافريقية تعداها ان شاء الله يعني طبعا. احنا هناخد البطولة الافريقية وبعد كده نروح كاس العالم للاندية؟ لا، هو تعدى مرحلة افريقيا وقال احنا عايزين نحطم المركز الثالث اللي احنا خدناه. احنا ما نحطموش ده يا كابتن ميدو، احنا انت الحمد لله الدوري بقى له كام اسبوع وفزنا بيه اصلا ما شاء الله. بالك الحمد لله كل ما كان شوف النواقص بنشوفها والسلبيات، حسام بيشتغل على السلبيات بياكد ايجابيات. خد بحياتك بنشوف احنا ناقصنا ايه. المنظومه في هدوء وبثقه وبحب وباحترام وخد بالك كل واحد في مكانه عارف بيعمل ازاي. فالمنظومه ان شاء الله نسبه النجاح فيها يا كابتن ميدو كبيره جدا، لان الناس كلها عاقله جدا وناس هايله جدا وكلنا هدفنا واحد، هدفنا الكيان. أيوة. لحد جاي عشان يتمنظر ولا جاي معلش يقول لك ولا حد يتكلم. مصلحه العام، مصلحه كله العام. الكيان مصلحه العام. يعني استاذ ممدوح هاخدك في حته كده بعيد شويه قبل ما ندخل في منتخب مصر وشكله والمباريات الوديه، المباراتين الوديتين اللي لعبوا منتخب مصر في البرتغال واليونان ان شاء الله. شايف ازاي الناس بتصدر المشاكل النادي الاهلي او ليه بوجهه نظرك الصحفيه البحته اللي هي من غير اي انحياز او اي ميل ناحيه النادي الاهلي؟ في حياتك معايا كابتن ربيع؟ نعم. لك الشجره المسمية لابد من ايه؟ ايوه انا معاك في دي. بس انا معاك في دي. يا كابتن احنا مظبوط مظبوط. وهو دي كده، ما هو ده قدر الناجح. هو النهارده حضرتك لو مش ناجح انا هاجمك ليه؟ لا ده في العموم. انا بتكلم تحديدا في المشكله اللي فاتت بتاعت عبد الله سعيد. يعني احنا كنادي اهلي، النادي الاهلي ما عملش اي حاجه، ما هاجمش او عمل اي حاجه، كان بيعمل خالص. بس بياخد رد الفعل مظبوط خالص. وبالرغم من كده المشاكل اتصدرت. اتصدرت اتصدرت اتصدرت. حتى الناس النجوم بتوعنا للاسف في نجوم كتبوا بره يا جماعه منتخب مصر وصلاح بيعمل انجازات وفي مشاكل بين ناديان كبيران في مصر، حتى دخلوا النادي الاهلي في طرف الموضوع. هو الاهلي هيجمد عبد الله سعيد؟ مش هيجمد عبد الله سعيد. الاهلي قال يا كابتن ربيع يا جماعه ده انا بتكلم في المشكله اساسا، ان الاهلي ما كانش طرف. انا بتكلم فيها انا الكلام كله ايه؟ يا جماعه ومنتخب مصر وعبد الله سعيد حد عنصر مهم عنصر مهم، بس هي الاهلي هيعمل ده مش هيعمل ده. المشكله ايه بقى؟ في بعض الناس بتحاول تداري، بعض الناس بالتحديد فاكره بنيجي عند حد يكون بينافس ليا رامي له مشكله. ما انا عاوز يعني اوجه الانظار زباله مشكله اوجه. مظبوط. وانا عاوز اداري على اللي عندي بنصدر لك انت حاجه احترام. يعني عاوز انا كابتن ربيع ناجح في المنتخب بتاعه، فاجر انا بقى كممدوح راجل شايفه ناجح عامل حوله له بص اللعيب ده كذا كذا، فاشغل الكابتن ربيع وخد راي العام عليه يثور عليه ويهيج عليه، وانا اداري في خيبتي انا وفشلي انا. ما دي سياسه. ان انت اداري فشلك بالقاء التهم زي على الاخرين. ده اللي حصل. في مشكله انتقال لعيب. في مشكله انتقال لعيب. اللاعب اخطا، اللاعب اخطا، الاهلي ما اخطاش، الاهلي ما اخطاش. تعامل مع المشكله بشكل من الحكمه الرؤيه، تعامل مع شكل الحكمه الرؤيه. لو انا بتكلم في منظومه نجاح انا كنادي الم المواضيع، ما اعملش كل الهوجه دي، لكن انا بداري على شيء عندي انا. انا ماليش علاقه، انا بتكلم انا ماليش علاقه انا كنادي اهلي. ما انا ما هو اللاعب على ذمتي ولا عملت حاجه، مش على ذمتي، على ذمتنا جدا. بس خلاص. انا جيت عملت قلت له تمديد للعقد بس. بس انا قلت لك كابتن ربيع خالص يعني حر في اللعب بتاعي. انا حر خلي بالك من النقطه دي. ما انا حر في اللعب بتاعي وانا افضل اربي وانا اعمل وبتاعه بسهوله ما ينفعش. انا خلي بالك انا عندي دماغ بديل بيها وعندي عقل بديل بيه وعندي خد بالك خبرات. ما في فرق بين مجلس ومجلس ومجلس. خد بالك الكيان ده لازم احافظ على حقوقه. في حقوق للكيان. ايوه. حقوق للجمهور. ايوه. حقوق للاداره. حقوق للعيبه. ايوه هو ده. انا كنت عايز بس اسمع وجهه نظر حضرتك الصحفيه. قول لي تاني معانا مين؟ كابتن رفيق صيفي. تمام. طيب نروح نشوف كابتن رفيق صيفي مدير الكرة بنادي مولودية الجزائر مع محمد سعيد. معي في هذه اللحظات نجم الكرة الجزائرية رفيق صيفي. رفيق برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي المصري وسعداء بوجودك أولا هنا في مصر. سعيد مرحبا بكم. تعليقك على الكرة الأندية الأفريقية والمجموعة الثانية فيها فريقين وفاق ستيفا الجزائري ومولودية الجزائر وأنت طبعا من القائمين على الأمور الفنية والإدارية مع نادي المولودية.
هي صحيح يعني المجموعة قوية ليس بسهلة، وخاصة عندما يكون معك منافس من نفس البلد، يعني فرقتين من نفس البلد، زيادة على المنافس جديدة قريب، يعني نقدر نقول حتى في الحدود ما بين، وزيادة على تيبي مازامبي، يعني تبقى حظوظنا متوفرة كنفس ككل الفرق الموجودة في هذه المجموعة، حتى ولو صعبة على ما أظن عندما توصل في هذا المستوى يعني لا يوجد فيه فرق صغيرة أو كبيرة، يعني كل واحد يلعب على حدوده وكل واحد يلعب حدوده إلى آخر دقيقة، ولما لا نكون ما بين المتأهلين للدور المقبل إن شاء الله. هل مولودية الجزائر لديه حظوظ في التأهل أمام الدفاع الجديدي ووفاق ستيف ديربي جزائري ومازيمبي العملاق في القارة الأفريقية؟ لا، لدينا كل حظوظنا مثل كل الفرق، يعني كل الفرق عندها حظوظها، وكل فرق عندما توصل هذا المستوى تنافس لكي تتأهل، ولهذا على ما أظن احنا راح ننافس كل هذه الفرق المنافسة، ولما لا احنا نكون من المتأهلين للدور المقبل إن شاء الله. والدور المقبل سيكون أصعب، الأهلي والترجي وفرق عتيدة. هي على كل حال كلما تتقدم يعني في المنافسة كلما تكون الأدوار المقبلة تكون أصعب، لأن الفرق هذه كلها فرق كبيرة وكل فرق هذه متعودة على هذه المنافسة، ولكن في منافسة مثل هذه ما عندكش أسماء أو تغيرت الأمور تبقى فوق المستطيل الأخضر، ونعرف أن كرة القدم كل شيء ممكن، شفنا فرق صغيرة اللي ما عندهاش اسم كبير ولكن تأهلت ومشات حتى للنهائي. صيفي بتمنى التوفيق للمولودية والكرة الجزائرية في البطولة الأفريقية. يا أخوة نتمنى لكم حتى لكم التوفيق، ونعرف أن الأهلي عندنا حبيبنا محمد أبو تريكة، نتمنى له التوفيق للفريق وإن شاء الله. شكرا جدا ليك كابتن رفيق، كان نجم كبير. يعني كابتن ربيع، مجموعة صعبة، مجموعة صعبة طبعا، كان راس المجموعة وفاق الصيف كان في المستوى الثاني، مولودية الجزائر كان في المستوى الثالث، وكان الأستاذ ممدوح بيقول إن هي فرقة جاية جدا جدا، يعني بتاريخ بكل المعطيات اللي حضرتك قلتها، والدفاع الحسني في المستوى الرابع، مجموعة صعبة جدا. الكرة في الجزائر تعمل لها ألف حساب على المستوى الإداري والمستوى الفني، فرق كتير كبيرة، فرق عندها نضج فني غير عادي، عندها مدربين على مستوى، عندها حياه كرويه فنيه، عندهم دوري جامد جدا، دوري جزائري جامد على اعلى مستوى، احنا بنحترمه ونقدره. المولوديه الجزائري ده من ايامنا، ده فريق كبير بالزبط، وبطل دوري واسم كبير جدا جدا في الدوري. وفاق ستيف ده برضه كان ليه باع معانا في بطولات كتيره جدا، ومره خرجنا في مصر ايوه ضربات جزاء لحقتك. والكره طبعا مازيمبي ما فريق مصنف حسن ممدوح، فعلا فريق مرعب، فريق متعب قوي، متعب جدا. أيوة. فنيا كل ده بتكلم فنيا. الحسن الدفاع برضو الحسني الكره في المغرب ما شاء الله، كاس عالم ودلوقتي في حاجه على اعلى مستوى، في حياه فنيه رائعه في الدوري المغربي براحتك. فاللي اقصده ان المجموعه دي فعلا يا كابتن جدع الممدوح مجموعه قويه جدا، وانا قلت الكلام ده ان المجموعه الثانيه اقوى مجموعه. صح حضرتك، كان برضه الاستاذ ممدوح لفت نظر ان مولوديه الجزائر رئيسها قاسي سعيد، هو كان لاعب زي ما قاسي سعيد لعيب بتاع وسط الملعب، لعيب كبير وكان نجم كبير وكان في المنتخب، وهي الكره الجزائريه يا كابتن تحترمها، عندهم تخطيط اداري رائع، عندهم حياه نظاميه، عندهم نظام رائع، عندهم مدربين كبار يعني بيعملوا اضافات خططيه، واخد بالك، وبيطوروا من شغلهم طبعا، حتى حسب الكيرف بتاعهم ينزل بسرعه بس كده مظبوط، الكيرف بتاعهم ينزل مزبوط. بعد كاس العالم حضرتك عملوه هايلين، خرجوا على طول المنظومه تتظبط، ما بيستمروش كتير بس كده في السلبيات. أيوة. يعني دايما ايجابيات، وكان عندهم رئيس اتحاد رائع برضه كان عامل شغل غير عادي، وكاس عالم اتنين ورا بعض عدد 10 و14 واخد بالك، شكلهم كان حلو كده يا كابتن، يعني فرتوها بطشا عملوا شغل كويس قوي، والجرس المانيا بالعافيه والدوري الجزائري بيصدر لعيبه للاحتراف في الخارج اوروبا كلها، فتحترم الكره الجزائريه. واعتقد انهم يعني المجموعه دي مجموعه قويه، مجموعه مش سهله. شايف اسهل مجموعات يا كابتن ربيع؟ الاخيره الرابعه الساحلي وزيسكو ومبان واول اغسطس، الخبرات فيها سويسلاند واخد بال حضرتك، والفريق الانجولي الزامبي والتونسي، النجم الساحلي وزيزكو الزامبي، يعني دول اخوه اثنين يعني اسمائهم كبيره، خد بالك زيزكو معروف وكان له الشكل وله مباريات، النجم الساحلي برضو احنا نعرفه واجهناه،
انما الخبرات الكبيره وسير المباراه والشغل الفني والجهزان والطموح في الاثنين اللي هو الزامبي زيسكو الزامبي والنجم الساحلي من وجهه نظري يعني. استاذ ممدوح طبعا لا ممكن اختلف مع كابتن ربيع. هو كابتن ربيع يتكلم احنا نسكت. لا في الاخ فاضل الاخ هو طبعا بيتكلم فعلا ده حصل. النجم الساحلي تاريخ طويل بطولات. زيسكو لاعب الاهلي قبل كده كذا مره ظهر دول الثمانيه كذا مره فتاريخ، لكن الضيوف الشرف التانيين دول الاول مره يظهروا. فبرضه قله الخبره في البطوله دي كابتن ميدو وكابتن ربيع طبعا استاذنا في هذا الخبره بتفرق. صح كابتن ربيع؟ يعني الاهلي في اول بطوله افريقيا ليه خرج الاهلي قدام دي؟ مفيش خبره. كانت اول سنه 76 الاهلي خرج. لكن في 82 انت ظبطت وصلت، في 81 انت اعتذرت عشان حادث ارهابي اختيار الرئيس السادات. فانت بتتكلم كل ما خبرتك بتعلى في البطوله يا كابتن صح؟ ايوه انت بتوصل لمرحله. احكي لك بقى موقف. اتفضل يا كابتن. احنا لما خرجنا 81 بمناسبه 81 احنا لما وصلنا قبل النهائي فكان اتبلغت يعني بلغوا الكابتن حسن مدير الكوره والكابتن صالح الله يرحمه وقالوا الكابتن ان لا هتعتذروا عن التكمله. فالكابتن حسن خدنا فين؟ كنا بنقعد في 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 في, في الهرم في محل مشهور كده فراخ وكبده وبتاع هو ده خد بالك. فولينا الكابتن عامل لنا الظرف فيه كل واحد ليه ظرف خد بالك. كان في فئات فالفئه الاولى 1000 جنيه ما شاء الله ما شاء الله كبير. احنا خلاص هنعتذر نكمل خلاص وهنعديك مكافاه عشان فوزع علينا 1000 جنيه كل واحد يعني كان ال 1000 جنيه بالنسبه لنا يعني فضل ونعمه ونصف كل حاجه كويسه. ف يعني بص 1000 جنيه بص دلوقتي كام مليون والله العظيم وزي الفل وحد تمام التمام ومتشكرين. انا بقى كنت انا صغير طالع ولعبت فلقيت نفسي مع الفئه الاولى لان كنت بلعب كنت لعبت خمس ماتشات الحمد لله تلاقيك ما نمتش. فال 1000 جنيه خدتها ال 1000 جنيه في الوقت ده كانت ممكن تجيب عربيه. ايوه مظبوط. عربيه 28 مستعمل عربيه بيجو مستعمل عربيه العربيات المستعمله اللي كنا بنركبها السكن. فكنا بص ومفيش اي مشاكل القناعه وزي الفل وقلنا كمان احنا لينا الشرف يعني فاهم تمام يعني الحياه حلوه. فده بس احنا بص يا كابتن ربيع يعني تبقى برنس بالزميلي يعني ال 1000 جنيه كانت تساوي كام دلوقتي؟ 1000 يعني تساوي 100000 مثلا ممكن تساوي اكثر من 100000 كمان. لا مش 100000 لكن هي تساوي مثلا 50000 50000 لان هي كانت ممكن تجيب عربيه مستعمله بس الشقه ممكن تجيب شقه ايجار يعني تدفع لها مثلا 100000 ال 100000 دلوقتي مش ما فيش ما تجيبش عربيه مستعمله. لا ال 100000 لا 100000 ما تجيبش تجيب عربيه مستعمله يعني مش عربيه على الزيرو تجيب عربيه مستعمله عربية بس زيرو. وحشه بس وحشه جدا لكن برضه 1000 جنيه برضه ده انا بقول لك يعني عملت بيهم ايه يا كابتن؟ ال 1000 جنيه ما انا قلت لك انا ما كانش عندي عربيه رحت جايب عربيه مكمل كان طبعا معايا محوش قرشين رحت جبت عربيه 28 زودت قلت اجيب عربيه يعني احلى شويه عربيه ب 3000 جنيه عربيه 28 ابر كانت الاطار الجامده دي اصفر بلونها كان اصفر وقلت بقى اجيب دي عشان هي دي برضه عشان لما اسافر تستحمل السن اه والله العظيم حياه حلوه طبعا حلوه. رد فعلكم ايه بقى يا كابتن ربيع لما زعلنا طبعا احنا مش هنكمل لكن كويس قوي عشان المستوى السياسي كنا بطوله مرشحين اكيد وما كناش بناخدها نص ممدوح وادينا فتره بنخرج المره دي بقى بفضل الله كنا تقلنا في جهاز كبير بقى خد بالك كالوتشاي مستر كالوتشاي والكابتن حسن مدير الكوره خد بالك والنجوم بقى حضرتك النجوم النجوم كابتن خطيب الجيل الذهبي حضرتك ايه انا نادي مين ولا مين؟ كنا نادي كابتن مختار ولا نادي ولا نجوم بس ممدوح عد بقى عدي ده كله اتفرج لا لا فطبعا التزمنا يا ميدو وقلنا خلاص ده قرار سياسي مش ينفع وقدر الله ما شاء فعل. البطوله بقى ربنا عوض الموسم اللي بعديه اللي بعديه 82 خدوها بايه بقى؟ 82 كتوكو كتوكو ده كان شبح كان شبح يعني وبص برضه احنا قابلنا كتوكو مرتين ورا بعض يعني احنا خدناها 82 وهم عشان فرقه جامده برضه 83 وال 83 بس الجول الاوفسايد الاوفسايد بتاع محمد بن حنظل حنظل كده انا مفيش ناس اهو ما شاء الله ما شاء الله لازم الجيل ده معلم معانا احنا طلعنا عليه الجيل ده بتاع كابتن ظلمنا في الماتش الثاني يا استاذ محمد طبعا ظلمنا طبعا وده بقى اللي زعل الناس البطوله دي ما كانتش تضيع يعني الجيل ده خد واحد خدت بتاع 82 بشكل رائع وهناك عامل واحد واحد وماسكين كوره وبتاع وكابتن شربيني بقى على صوته والكابتن خطيب الماتش ده احنا شفنا الويليوم ده قطعوا تقريبا ذبحوا حياتك حاجه في الملعب غير كده ده لا ده عملوا لنا حاجات ايه مشاكل في الفندق وفي الفندق وفي اللبس
حاجه بقشوا حاجه تقريبا السحر طبعا عندهم بودره خلي بالك والمناديل والاوضه والفندق عارف السحر في افريقيا كده وحاجه دبحها برضو عند الشبكه ونزلوا واحد عندهم ساحر كده قاعد يعزم على صح كده مظبوط فكان ارهاب والحر والرطوبه وقفلوا علينا الباب وما نزلناش الاوضه غيرنا في الملعب لو طلعت الفنات ما حبيناش ندخل الاوضه غيرنا في الملعب صحيح فين عشان الرطوبه والحق والله بس كنت كابتن رجال ابطال طبعا الناس بقت يوميها رخم لما وصلت حياتك ست المطار على كميه الناس كانت موجوده في استقبال احنا كنا نموت في من كتر الناس شفت استقبال ده مصر كلها كانت في المطار استقبال بس كانت ايام جميله يا كابتن جميله طبعا جدا بص يا كابتن ميدو انت لعبت في النادي الاهلي الايام كانت عامله ازاي؟ لا بصراحه انا استاذ ممدوح احسن حاجه حصلت لي في الكوره الجو مثالي ايوه النهارده بتروح للاستاذ ممدوح روح بكره تمرين النادي الاهلي هتلاقي المسف فضل الله تعالى اتفرج المدرب موجود اللعيبه كل واحد في حاله احنا بنروح نلعب القدامه في ملعب جنب النادي الملعب الكبير في حالنا ايوه خد بالك ممكن نشوف حسام نشاور له من بعيد ممكن نشوف لاعب نشاور له من بعيد انما مركزين واخد بالك والهدوء أيوة. والحياه حلوه منظومه كامله متكامله من فضل الله يعني انا بكلمك كمان بقول لك احلى حاجه حصلت لي وانا لعبت في النادي الاهلي يعني يعتبر لعبت كره اشهر ما لعبتش سنه كمان لعبت بس لعبت في انبي استمتعت طبعا مع انبي لعبت مع الاتحاد السكندري بجمهور لكن النادي الاهلي لا في حاجه غريبه طبعا. يعني انا كابتن ربيع اسالك سؤال لو الدنيا في ايدك دلوقتي ان ترجع تلعب زمان وتلعب دلوقتي كلام بس بجد تختار ايه تختار الماده عصر الماده ولا تختار الجماهير والحاله اللي انت كنت عايشها لا هو بفضل الله تعالى انا اختار زمان برضه لان انا يعني احنا كنا بناخد فلوس ما بناخدش فلوس وكنا عايشين وكان الطموح عندنا ان احنا نلاقي سكن نقعد فيه شقه وعربيه وده كان موجود وبعدين في حاجه ده اقصى الطموح مش اقصى هو ده يعني ايه ما خلاص انا عاوز شقتين ثلاثه اللي اعمل بهم ايه انت لا انا بقول لك ده اقصى طموح الانسان في الوقت ده ان انا عايز شقه مش عايز وبعدين انت ما شفتش الحياه الرياضيه في الثمانينات انت كنت صغير ممدوح يعني في التمرين بص حضور التمرين كان الملعب بيتملي في التمرين بالظبط ما كانش فيه بقى قنوات ما كانش فيه مش عارف وبعدين تمشي في الشارع احنا كنا نخلص ماتش الدوري يا استاذ ونيجي من طريق الحسين تقف لنا واحده قدام مسجد الحسين واحده بتبيع حاجات ساعه لازم تدينا صندوق حاجه ساعه بص اهلاويه موت بص بكل احترام بنقدر طبعا احترامها وحبها احنا بقى وقف هات يا ونرضيها وبص تدخل توزع علينا واخد بالك ويعني الحياه حلوه وتشوف بقى الجمهور لما كان بيدخل وتشوف الجمهور داخل على كوبري قصر النيل والحياه وكل واحد بقى باسمه في التمرين ده الجمهور عاوز اكتر من كده يعني كابتن ميدو ده الجمهور كابتن ابراهيم بيتكلم ده الجمهور دي الجمهور بيتكلم عنه اللي احنا حضرناه اللي احنا كنا بنشوف الجمهور هو ده ارتباط الجمهور لا بيشتم لا ابوك على النص هو رايح يشجع كابتن ربيع كابتن فطيح كل واحد باسمه يا ممدوح كل واحد باسمه كان اخر واحد الكابتن الخطيب ينزل كان بيلعب في الاوضه عند عمه صبحي بص بقى والله ما ببالغ والله كان تلاقي الجمهور واقف ميدو واقف هو منتظر مين كابتن الخطيب الكابتن الخطيب كان يجي جري من الاوضه لحد الملعب هم بقى في المدرج بيبو بيب تلاقي النادي الاهلي بيتراجع والله والله انا حضرت حلوه واحنا عاوزين اكثر من كده بس احنا الحب ده ماشيين بيه لحد دلوقتي ده كابتن وده ثروتك وده ثروتك وبعدين في نقطه برضه يا ميدو معلش الاداره بقى مين اللي كان الاداريين على مستوى مصر مش النادي الاهلي اداريين كبار كابتن صالح سليم الفريق مرتجي كابتن عبد الصالح الوحش خد بالك كباتن اعضاء حاجات كانت ايه روائع ناس بتعرف تخطط ناس بتفكر ناس تقيله ناس تشرف صح انت شفت الكلام بس كابتن ربيع انا بعرف اطلع الكلام من الناس لا والله والله لا. ناس بتعرف تاخد قرارات ناس بتفكر بتفكر خد بالك بفضل الله تعالى المدارس علمت بعض تواصل ما مدرسه الكابتن صالح كابتن حسن حمد مدرسه كابتن حسن مدرسه كابتن خطيب بص يا اقول لك اقول لحضرتك على حاجه انا اسف يا ممدوح لا كابتن ده انا سعر بس عاوز اسمعك يا حبيبي ده سعيد جدا حضرتك معايا انت اخويا العزيز انا ما شفتش الراحل الكبير صالح سليم ما شفتوش بس والله العظيم بجد انت عارف ان انا ماليش في اللف والدوران لما شفت الكابتن الخطيب في الاحتفاليه اللي فاتت شفته واقف كده وواقف بالعافيه وحتى لما بيجي يقعد كان بيركن على الكرسي الاول اللغه اللي بيتكلم بيها والثقه اللي بيتكلم بيها والكبرياء اللي بيتكلم بيه والتواضع اللي بيتكلم بيه والشكل الجميل اللي ظهر بيه وعارف يا كابتن
انا حسيت ان انا شفت، انا قلت ساعتها، قلت انا شفت شخصيه النادي الاهلي على مدار تاريخه اتجسدت في شخص الكابتن محمود الخطيب في اللقطه دي تحديدا. مظبوط، هو خص من يعني معلش من زوره تفتكر الكابتن صالح، تفتكر الكابتن حسن، شموخ الاهلي بالظبط، شموخ الاهلي، فرق بين الغرور والشموخ. لا انا قلت كبرياء وتواضع بالظبط كده، ده كبرياء وشموخ. كبرياء جيل محترم، جيل عارف قيمة الحاجة دي. هو ده، دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. لا بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا يا جماعة. وبعدين دي بتاعت ربنا كابتن، حاجة جميلة جدا، واقف يعني مركز في كل حاجة، ما شاء الله مركز في كل حاجة، مع انه هو كان مش قادر يقف اساسا، مركز شايف ايه اللي بيتعرض من وراه ونقط، وبعدين ادى رسائل بين السطور رهيبة لكل الناس اللي اتكلمت من غير ما يغلط في اي حد، من غير ما يجيب سيرة اي حد، رسائل جامدة جدا للي يفهم. واكيد طبعا الناس فهمت الرسائل دي مضمونها ايه واللي بين السطور مضمونه ايه. حاجه روعه في ادائه، حاجه المنظر العام كله بصراحه. انا كنت قاعد مبسوط قوي، اتشرف. تتكلم في احنا قلنا 1 2 3 4 احنا، وتعالوا في 3 شهور بقول لكم البرنامج ايه اللي نفذناه، ما نفذوش بس فيش حاجه ما اتكلمش فيها. هو ده جاي راجل يخدم كيان، بيحب الكيان، بينتمي للكيان من صغره، كان لاعب في الكيان مثله، وكان واخد بالك كابتن الكيان، عضو مجلس اداره على مراحل، لا وبعدين عاصر مين؟ الكابتن حسن حمدي، عاصر الكابتن صالح سليم المدرسه الكبيره، عاصر الفريق المرتجي، عاصر الكابتن عبد الصالح، ده عضو مجلس اداره من زمان يعني فوق 25 سنه. فتفتكر تشوف الكابتن الخطيب في دخوله في النادي بعد 4 سنين. برافو عليك طبعا. وبعدين يا ميدو انت خلي بالك ما شفتش المكان، رائع التنظيم واخد بالك، والمكان ومكيف القعده والخروج نظام عالمي. فعشان من هنا بنقول احنا لازم نبص للعالميه بقى بعد كده، يعني خلاص طموح النقله بتاعتك، طموح الاعضاء وطموح الجمهور يا استاذ ممدوح. حاجه ثانيه خلاص، بص المنظر عامل ازاي، حاجه كمان حاجه مشرفه، بص عامل ازاي. انا يعني فوجئت طبعا، انا جيت متاخر، رحت سلمت على الكابتن قال لي انت كنت فين؟ قلت له انا معلش اتاخر المواصلات، كنت جاي بقيت نص. قال له خلاص اخصموا له فلوس. تخيل لما كانت خطيب تبقى في اي مكان، مش عايز اقول لك كميه الجمهور اللي بيروح يسلم عليه ويحبه قد ايه. لا حاجه، ده بيجروا عشان يتصوروا معاه بالدبليو دي بتاعت ربنا. ده مره خارجين من المسجد النادي صلينا العصر، خرجنا انت بعد ما تخرج هو بيكسر الشمال عشان يروح المكتب، مش عارف يوصل، مش عارف يوصل، والله العظيم مش عارف يوصل من الاعضاء، من الاعضاء، حب الاعضاء. خلي بالك حياتك، ده كنز، هو ده اللي خرجنا بيه. يعني الكابتن الخطيب نجم كبير، بس شوف حب الناس ليها في اي مكان. كمان بص يا كابتن ربيع، يعني زي ما حضرتك بتقول نجم كبير، انا بقول كلام من القلب فعلا، يعني انت عارف انا مش هتكلم، الناس كمان قاعده مقدره ان الخطيب واقف، تلاقي فيه التزام في القعده، عنده كاريزما يا كابتن ميدو، كاريزما بتاعت ربنا، التزام وحاجه. بص يا كابتن المنظر بتاعت ربنا، بص المنظر احنا من هنا، بص من المنظر ده بنقول عالميه، بنقول عالميه مش بنقول بالفراغ يا لا يا كابتن، لان احنا من فضل، انا قلت لك انا فوجئت بالتنظيم، تنظيم رائع. وبعدين ده خيمه اتعملت مش في صاله مغطاه ولا حاجه، لا. نظام دخول خروج، الناس قاعده بتسمع، انصات، خد بالك مفيش بقى اي حاجه في اي حاجه، ولا وهو بيتكلم باحترام، بيحترم الناس، بيكرم الناس، لا حاجه مثاليه. عجبني قوي طبعا. ده فعلا الاهلي الحقيقي. انا شفت كمان الكابتن ميمي، كابتن ميمي لما راح له البيت كمان كابتنه، كان المره الكابتن الخطيب طبعا لما قعد بكى كمان في حضن الكابتن، حاجه بصراحه قلت يعني بصرف النظر عن شخصيه الكابتن الخطيب وصورته، بصرف موهبته، بصرف النظر عن اي حاجه، ان هو يجبر خاطر الناس دي، دي حاجه بالدنيا كلها. مظبوط طبعا، ربنا يبارك له. تحس فعلا ان هو جبر خاطر الناس دي، احنا مقدرينكم، احنا شايفينكم، النادي الاهلي ما بيسيبش، النادي الاهلي ما بينساش، وكان بيعمل كده قبل ما يبقى رئيس النادي الاهلي على فكره. يعني كان بيعمل كده. احنا كنا بنحتاج كابتن الخطيب، خطيب انسان. خلي بالك في جمعيه اللعيبه القدامى بالتليفون، لما مثلا شوبير وخطيب دول بالنسبه لنا، كابتن الخطيب وكابتن شوبير كنا عليه، عشان هو عارف ان احنا في اكتر من 100 اسره، فلما كان الصندوق يفضى الحقنا في ثواني، تك 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 اتصال. لا انسان خطيب، انسان كبير جدا جدا، انا عاشرته فتره كبيره يا كابتن ميدو يا استاذ ممدوح. انسان أكيد. انسان اتحب، مش لعبه بس، مش فنان بس في كوره، أكيد. لا انسان، وكابتن وقائد حقيقه.
يعني ربنا يجيب كل الخير للكابتن الخطيب وللنادي الاهلي وكل جماهيره وكابتن ربيع. يعني برضو اسالك بقى في المنتخب المنتخب القومي، وكان الاستاذ ممدوح فهمي قال لي ان هو مش مقتنع بكوبر قد ما هو مقتنع بارقامه. بمين الجديد؟ كوبر. كوبر كوبر هيكتور كوبر. استاذ ممدوح قال لي ان هو استاذ ممدوح شخصيا مش مقتنع بكوبر قد ما هو مقتنع بارقامه، او ارقامه هي اللي اقنعته. ارقامه صح، بس لا هي وجهه نظر نحترمها، لكن انا من وجهه نظر استاذ ممدوح خلينا اصل انا دايما ضد كابتن ربيع في الحته دي. افتكر في كاس الامم لما كنا هنا انا قلت لك انا مقتنع بيه لان هو بيحطم ارقام استاذ ممدوح. انا ليا ارقام يا كابتن كربيع، انا ليا ارقام بس كده، انا ارقام وفي نفس الوقت خلينا واقعيين. اتفضل كابتن. ما هي الكره المصريه مش هتبقى فيها ابداع وفيها تألق الا بعد ما تحقق نتائج. هو الراجل جاي قبل النتائج. انا من وجهه نظري في كاس العالم الابداع والخبرات الفنيه هتبقى على اعلى مستوى مع مستر كور واللعيبه. ده اللي كنا بنتكلمه مستنيين. صح، لان الراجل انت هدي لك كم مره ما بتوصلش كاس امم، وصلت على مستوى نيجيريا اللي هي كسرت الدنيا وخرجت الجزائر. مظبوط، واخد بال حضرتك؟ تيجي وصلت وابدعت ووصلت نهائي وفي شوط اتسرقت. مظبوط، حتى لو احنا في شوط تمام. يبقى الراجل ده خمس دقايق سبق. الراجل ده عمل تيجي في كاس العالم، تصفيات كاس العالم، انت من 28 سنه ما حصلش اللي حصل في الصندوق. معاك على مين؟ على غانا. على غانا معاك برضو في غانا المحترفين تمام. غانا الخبرات، غانا الفنيات، غانا المهاره، غانا الجمهور، زي ما عندك غانا عندنا. لما اقول لك كابتن ربيع بقى كل ده كان على قلبنا يقول لي مش مشكله بس بنكسب في بس الراجل كنا هنموت يا كابتن ربيع. معلش بس انت مقتنع ان الراجل، ومن وجهه نظري انا الفنيه ان الراجل يستمر. من وجهه نظري انا بقى احنا ما استمر خلاص يعني لا يستمر بعد كاس العالم حتى قبل النتائج. لان انا ما اكسرش حظي، ما اكسرش اللي بيتعمل. الراجل ماشي بعد كاس العالم. من وجهه نظري انا حتى لو ما، بس انا حاسس ان احنا هنحقق نتائج كويسه في كاس العالم. يا رب يا رب يا رب. ما احنا لو مسكنا الورقه والقلم ومسكنا اللي عندنا يا استاذ ممدوح هتلاقي بفضل الله الامور اتغيرت، الامور احسن. صح. انت عندك دلوقتي 18 لعيب محترف، حصلت امتى دي؟ عندك نجم العالم النهارده من فضل الله تعالى الثاني او الثالث او الرابع او الخامس من مصر. ما شاء الله ما حصلتش يا جماعه. صح. مش كل نجم اوحد. هيبقى يعني اغلى لاعب في العالم لو تم بيعه ب 225 مليون يورو. واخد بالك يا ميدو؟ انت عندك النهارده افراد وكوره ما شاء الله ولعيبه، واخد بالك؟ عندك جهاز فني خبرات غير عاديه. انا عاوز بقى استغل ده يا كابتن ان يقدم لنا بقى كور، بس كل ده حاجه صعب كده. ما يقدم ان شاء الله. انا عاوز بقى ايه؟ عندك اتحاد في ظهر الجهاز وفي ظهر اللعيبه. طب دي حاجه عيله. خد بالك، بص الجمهور كان عامل ازاي. ممكن الجمهور التلفزيوني كان فيه في روسيا هناك، والله العظيم. ده هيحصل. خد بالك، ده احنا كلنا مسافرين روسيا. طب بس مش انا يعني. مين اللي مسافر؟ مصر كلها ما احنا مش مسافرين ليه؟ مش عارف. ما تبصوا لجيل 90 يا جماعه، ما ينفعش كده. نسافر بس نلاقي الدنيا حلوه. روسيا خلي بالك هنروح نشجع، احنا هنروح نشجع ونرجع. يعني برضه بقى واخد بالك، وهنصلي هناك وندعي لهم. انا واخد بالك، وهنعمل مقرها هناك وندعي لهم. صح يا كابتن، انا بطمنك يعني، بطمنك. انا بفكرك ان روسيا، نروح روسيا. لا ان شاء الله ربنا، احنا نروح عشان نشجع الفريق ونحضر له التمرين ونوازره وندعي لهم. دول حبايبنا، دول حياتنا، دي حياتنا، دول حياتنا. يعني البرتغال واليونان، البرتغال ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. باذن الله واليونان بعديها باربع ايام. يعني البرتغال، البرتغال بعد الموضوع شايفينها قدامها ازاي؟ لا البرتغال واخده الماتش جد جدا معايا كابتن ربيع. أيوة. ولانها كانت هتلاعب المغرب نفس الوقت تمام، وهي مع المغرب قبل كده اصطدمت 86 وخسرت 3-0. فالبرتغال بكره رونالدو، والبرتغال بطل اوروبا تمام، فلن يسمح ان هو يخرج من الدور الاولاني في كاس العالم. استحاله يعني. اكيد. انت كمنتخب مصر بروفه جامده جدا عشان روسيا، انت بتلاعب منافسه اوروبيه. فمحتاج ان انت تاخد خبرات، تجرب لعيبتك. انا اعتقد مستر كوبر هيجرب نفسه يا كابتن، الجروب والمجموعه اللي اعتمد عليها حقه. محدش كده الا لو في عنصر او اتنين مع كابتن، يعني يبقى انت الهيكل الاساسي بتاعك انت عارفه. واحد في حراسه المرمى فلان، باك يمين باك شمال، لكن انت ممكن تدخل عنصر او اتنين تجرب. لكن تهده كل اطول يعمل لا مش هينفع. لا فهد خالص. يعني دي حاجه. فالبرتغال عندها ثلاث لعيبه، المنتخب معروف بس كده يمين. البرتغال عندها ثلاث لعيبه مصابين، استبعدوا فرناندو سانتوس لو من الفني استبعدهم، وغادي المباراه جديه جدا. رونالدو بقى كابتن الفريق، بقى قائد الفريق، يعني هيمسك او اشرف معاه كده. واخده الموضوع هي. طبعا احنا لعبنا قبل كده البرتغال ثلاث مرات وخسرنا قبل كده في مباراه وديه برضه. فانت واخد الموضوع جامد، تجربه هايله جدا كانت. يعني كانت التجربه في بدايتها كده
البرتغال ولا كان ممكن نبدا بفرقه؟ هو كابتن برضه هو كان فني اداء. لما تبدا انت عالي قبل البطوله كاس العالم تهدي عشان مش الحمل بتاعك عالي. ايه رايك يا كابتن ربيع؟ لا انا مع الماتشات القويه جدا. صح جدا بس. حتى لو بدينا البرتغال حتى لو بدينا البرتغال ده بطل اوروبا خد بالك العب. لا القويه تفوقك فنيا تفوقك وتشوف انا فين من ما ممكن بعد كده بقى مرات جينا البرتغال في القرعه مثلا بعد ما نعدي الادوار اللي بعد كده بعد الادوار كده ان شاء الله واسبانيا مجموعه الاصابع وبعدين رايح كاس العالم ربنا قدر اتبعت منهم انا رايح كاس عالم على حاجه وعلى شغل فني بحياتك. بالعكس ده انا اما اوجد سلبيات من البدايه أعالج صح كده صحيتك صح. وفي نفس الوقت بفضل الله تعالى إيجابيات أكد عليها ودي ثقة اللعيبة ومفيش مشكلة وحرر اللعيبة وديها الدفعات القوية واخد بالك واخذ فيهم القوة واخد بالك حاجات فرنية مهمة جدا. أنا من وجهة نظري في الماتشات القوية الفريز اللي انا عاوزه صح كده. طب استاذ حضراتكم اخد الاستاذ هيثم الرشدي الصحفي التونسي او الاعلامي التونسي. اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك يا كابتن فيديو. اهلا دكتور بالكابتن ربيع. اهلا بحضرتك. اهلا بيك كل سنه وحضرتك طيب ومنور مصر. الله يخليك. وبالمناسبه نحب نهني كل امهات مصر والامهات اللي في تونس كل بعيد الام اليوم في مصر وكان عندنا نحن في تونس من خلال شهر او شهر ونص عيد الام في تونس. دونك منورين بكم ومتشرفين. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. يعني اسالك عن القرعه دوري الابطال وشايف ازاي الاهلي والترجي في مجموعه واحده. والله الحمد لله صدقني فرحنا في تونس فرحوا حتى شوف مع رده الفعل بتاع جماهير الترجي على السوشيال ميديا ورده الفعل جماهير الاهلي لانه الترجي والاهلي واحد بصراحه. شوفوا يا رب دايما يا رب دايما. اكيد شوفوا جمهور الاهلي لما يتنقل الراجل معناها يلقى حفاوه استقبال كبيره والاهلي معناها ما فيش فرق الاهلي يفوز او الترجي يفوز في تونس. نفس الشيء حتى في القاهره جماهير الترجي تلقى جمهور ما تجي لمصر تلقى حفاوه استقبال كبيره وتلقى ترحاب ومعناه الاهلي والترجي اصبح فريق واحد وزوز هذول زوز اكبر فرق في افريقيا. لكن القرعه اكيد هذيك قرعه ولو انه بدرت خير بالنسبه للترجي السوسي كونه يواجه الترجي يواجه النادي الاهلي في دوري المجموعات لانه الترجي وين ما فاز برابطه الابطال كان يواجه الاهلي في دوري المجموعات. والحمد لله الترجي يواجه الاهلي في دوري المجموعات مش في السيمي فاينل او في الربع نهائي. اكيد يعني كلنا برضو كنا نفس الاحساس. شايف المجموعه في العام يعني او في الشكل العام الاهلي والترجي اعتقد ان هم مرشحين بنسبه 90% للوصول لادوار النهائي. والله اكيد المجموعه المنطقيه يعني بلغه القراءه اوليه ولا الترجي ولا الاهلي هم الفافوري معناها يترشحوا للمجموعه من يترشحوا لدور الربع النهائي من المجموعه هذه. لكن ما ننساوش الفريق البوتسواني وكامبالا الاوغندي صحيح فرق يعني متواضعين لكن يظهر لي شطني الراي كونه الان في افريقيا الفرق الكل اصبحت معناها تخوف فرق الكل ما عادش فريق كبير وما عادش فريق كثير وكلها تنجم تعمل المفاجاه ويظهر لي اكبر دليل وكونه الزمالك المصري ما قدرش يترشح وخرج ضد فريق من اثيوبيا وماهوش حتى الفريق الاثيوبي الاول يعني اكيد في كره القدم في 2018 ما دامهم موجودين في رابطه الابطال الافريقيه كانهم قادرين وعندهم يتحققوا المكانه بتاعهم. لكن نقعدوا دائما كشعب مصري وشعب تونس اكيد نتمناوا كانوا الترجي والاهلي هم يمروا للدور القادم دور الربع النهائي لكن اكيد الحذر واجب خاصه في الفرق هذول. يعني استاذ هيثم اخر سؤال اساله حضرتك الترجي شكله هيظهر بشكله الحقيقي او هيبين ملامحه الحقيقيه ومناطق القوه والضعف بتاعته في الادوار الاولى ولا هيستنى شويه؟ يعني في مقابله النادي الاهلي تحديدا هل هيبان الترجي بشكله الكامل ولا هيكون في شويه تحفظ في اداء؟ والله بالنسبه لمباراه الترجي والاهلي حتى لو انه الترجي المدرب الترجي يحب معناته يحب ما يوريش الامكانيات الكل او يحب يخلي بعض النقاط القوه اللي بعد يظهر لي اللاعبين بتاع زوج فرق وحدهم لانه مباراه الترجي والاهلي مباراه كبيره ديربي معناها شمال افريقيا. الاهلي يلعب على اسمه الترجي يلعب على اسمه ما تصورش كان فما احتمالات او فما تفكير كانوا الترجي باش معناتها يتعامل سياسه للتخطيط او الترجي يتعامل بسياسه لا ما يوريش ما يكتبش كل اوراقه مع النادي الاهلي. لا اكيد مباراه كبيره الفرق اللاعبيه خاصه الكل يحبوا يظهروا
يمكن لاعبي الترجي يحبوا يوريوا الامكانيات الكبيره اللي عندهم ضد الاهلي المصري، ويظهر لي مباراه لاعبين اكثر منها مباراه مدربين، لانه الاداره معناتها اداره الترجي واداره الاهلي علاقه كبيره برشا، اللي بصفه السيد عبد الحفيظ ورياض بن نور كيفاش كانت علاقه ود وعلاقه معناها تواصل، وحتى معناها ترحاب كبير كان السيد عبد الحفيظ برياض، ولو انه السيد عبد الحفيظ كان معناها تكهد لو قال كان تحب تلعب مع الترجي، ورياض بن نور كيف قال السيد قالوا مستنيك انا في رادس دونك معناها، وهذا بالنسبه للاداره. بالنسبه للجمهور زاد كيف نفس الشيء، الجماهير تشوف على السوشيال ميديا ان كان على الفيسبوك او على الانستغرام كله معناها في جماهير الاهلي جماهير الترجي، دونك الملاعبيه اللي هما في اقدامهم كره القدم الملاعبيه في مباريات فرديه، اكيد المنتخب المصري اللاعبين مازال يكونوا معناتها عندهم امكانيه كبيره، وخاصه جايه كاس عالم. كيف بالنسبه للاعبين الترجي اللي يحبوا يوريوا الامكانيات الكبيره نتاعهم امام مدرب الناخب الوطني، دونك ان شاء الله يا ربي نستناو مباراه كبيره تليق بزوز اكبر فرق في افريقيا، وتليق بزوز منتخبات زوز دول اللي هما ماشيين باش يمثلوا القاره الافريقيه في كاس العالم، هما المنتخب المصري والمنتخب التونسي. اكيد يعني شكرا جدا ليك استاذ هيثم، ان شاء الله نشوف الاهلي والترجي في المباراه النهائيه. شكرا جدا ليك استاذ هيثم الاعلامي التونسي، شكرا جدا لحضرتك. ايه رايك؟ طبعا ترجم لي. لا انت كلامه يعني هو حاول يكون سلس في كلامه. احنا قلنا اتفقنا ان بفضل الله تعالى النادي الاهلي المصري والترجي التونسي يا استاذ ممدوح كبار جدا يملكوا تاريخ يملكوا كل حاجه، فدول موجودين بفضل الله في المجموعه باذن الله تعالى. باذن الله وان شاء الله كل التوفيق، واحنا حاسين بامر الله ان يعني المره التاسعه باذن الله على ابواب ان شاء الله. ترشح مين يا كابتن ربيع المباراه النهائيه؟ ارشح الاهلي طبعا ان شاء الله يعني باذن الله الاهلي. وسيبني بقى افكر بقى الحلقه الجايه اقول لك مين في النهائي، عشان دي محتاجه تفكير شويه. نورت وشرفت. الله يخليك يا حبيبي. شكرا يا ميدو. شكرا بيك. الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا كابتن ميدو. انا شكرا حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. شكرا سعيد جبت لنا كابتن ربيع. الله يخليك يا حبيبي. كابتن ربيع منورنا على طول. الله يخليك حبيبي. يعني شفنا مع حضراتكم قرعه دوري ابطال افريقيا، وشفنا كمان الكونفدراليه. كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره الافريقي للنجمه التاسعه ان شاء الله، او البطوله التاسعه ان شاء الله. دايما كده الاهلي فوق الجميع. بعد الفاصل مع النجم الكابتن هيثم السعيد وبطولات السله كالعاده في مصر، بطولات النادي الاهلي. شرفتوني ونورتوني، مع السلامه.